أهلا بكم من جديد. مع تطور العمل ومع زيادة مهاراتك راح أشوف إنه راح تبدأ تزيد عندك الملفات واللايرات في داتابيس والمشاريع. فمثل ما راح أشوف هسه يعني بدأت شوي شوي شلون نقول الواحد بدأ يتطور، فبدأ الشغل يكثر معناتها بدأت الملفات عندك تزيد. فأحيانا يضيع عندك ملف أو تريد إنه أنت تضيف لاير بسرعة، تروح إلى الآد يعني تعصب ما تذكر أنت وين مخليه، سواء كشيب فايل او كمشروع او كمرئيه او صوره فضائيه الى اخره. الشركه خلت لك طريقه للبحث اللي هو هذا اللي عايز اللي هو السيرش بين تو بوكس. السيرش بيه عده ميزات، انت ممكن تبحث بعده يعني لعده امور. هذا السيرش جدا جدا مهم. المعتاد ان احنا كنا نستخدم السيرش للبحث عن اداه معينه اللي هي تولز، مثلا احنا جاب بالنا نبحث عن مثلا كليب، زين عفوا تبحث عن كليب فراح يظهر لك كل الادوات اللي لها علاقه بالكليب، زين هذا المعتاد انه نستخدم السيرش. لكن ممكن انت تبحث عن لاير معين مثل ما قلنا، او جيو داتابيس ممكن يكون، او داتا معينه، زين او مشروع او حتى صوره حسب ما انت تحتاج. لكن المشكلة وين؟ انه البرنامج مثل ما تعرف هو يستخدم خاصية كونكت وفولدر، يعني هو ما يتعرف على الهارد مالتك والفولدرات الموجودة بالهارد اذا ما انت سويت لها ربط، هذا اولا. ثانيا حتى بعد الربط البرنامج ما يقدر يبحث بالهارد الا يسوي عملية فهرسة اللي هي نسميها الاندكس. اوكي؟ فاحنا شلون ممكن نسوي هذا الشيء؟ ثاني حتى اسهل العملية، انت لو سويت لك نموذج صغير على فولدر بملفين فقط، لو انت مثلا كانت ملفاتك مثلا بالدي او بالاي حسب حجمها تروح تسوي لها اندكس لهاي الملفات. انا راح اشوفك هسه نموذج صغير عندي بهذا البارتيشن اللي هو جي، عندي هذا الفولدر اللي بيه هاي اللايرات الاثنين. هسه راح نبحث عنها اللي راح نكتب مثلا تشبيك فايت الامطار او S2A ونشوف راح يلقاها ولا لا. لما تروح للسيرش تكتب مثلا تشبيك او نكتب S2A ونقول له all حتى يبحث بكل شيء سواء كصورة جوية او ما مثل ما اشوف ما راح يلقاها. كذلك خلينا نكتب مثلا كلمة تشبيك ايضا ما راح يلقاها. ليش؟ لان هو ما مسوي لها اندكس، يعني هو ما مسوي لها فهرسة. شلون نسوي لها فهرسة؟ زين نروح الى السيرش اوبشن، هاي المنطقة نختار سيرش اوبشن ونجي نسوي اندكس للفولدر المعني، نجي على اد. زين انت وين مثلا انت تسوي كونكت هسه بالبدايه وتسوي له اندكس. مثلا انت لو كان شغلك مثلا انا شغلي بالدي اللي هو الجي اي اس كله، لكن هذا حجمه مثل ما تشوف هسه حوالي 120 جيجا يعني مليان ملفات، فهذا الاندكس ماله انا جربت طول تقريبا 12 ساعه وما كمل فوقفته. فانا حتى اسهل لك الموضوع اختاريت فيديو صغير يعني ملف صغير فولدر. نفترض ان احنا شغلك كان بالجي فنسوي كونكت الى الفولدر المعني اللي هو سيرش سميته سيرش تيست انا بهذا ونقول له اوكي. زين عفوا هذا نأشر سيرش ونقول له سيلكت. خوش هسه اصبح عندنا هذا الفولدر سيرش تيست راح نسوي له اندكس. اوكي اللي هو اندكس نيو ايتمز. هو راح يبدا يعد، راح ياخذ شويه وقت. زين نقول له ابلاي، راح ياخذ وقت حسب عدد الملفات اللي عندك. يظهر لك اول شيء 1 2 3. انا قلت لك لما جيت اسوي الدي اللي هو بكل شغل الجي اي اس يعني وصل حوالي 12 ساعه وما كمل، لان طلع اكثر من 120 الف ملف يعني مختلفه بين يعني جيو داتا بيس بين صور الى اخره. لكن مثل ما قلت حتى انا اصغر نطاق البحث حتى الوقت مال الاندكسنج هاي عمليه الفهرسه ما يطول عندنا. اختاريت فولدر خليت بيه ملفين مثل ما شفت بالبدايه، جينا نبحث عنهم بدون عمليه اندكس ما لقاهم. راح اشوف الان بالتطبيق بعد ما نسوي لها اندكس شو راح يلقاها البرنامج او لا. القصد انت اذا تريد يعني تسرع من العمليه تخلي الحاسبه ممكن تشتغل بالليل الى الصبح او اي وقت اخر
بحيث انت تسوي اندكس لكل ملفاتك، لانها جدا جدا مهمه. انت احيانا تحتاج شيب فايل، تحتاج فيتشر كلاس، تحتاج صوره معينه، تحتاج مشروع، اسم مشروع، فمجرد ما تكتب اسمه راح يظهر عندك. الان قول له اوكي، هسه خلص مثل ما شفت، لان هو ملفين فقط بهذا الفولدر. اكيد مثل ما قلت لك لو كان عندك غير فولدر راح يكون اكبر وفتره اطول. راح نقول له اوكي. زين هسه لو نبحث عن المشروع اللي اسمه تشبيك مثلا، راح نعطيه انتر مباشرة تشوف لقانا المشروع. ليش؟ لأنه هو سواله إندكس، يعني سواله فهرسة بحيث يعرف شكو موجود بهذا الفولدر. الآن بعد ما لقينا المشروع اللي احنا كنا نبحث عنه، راح تضغط عليه زين أو تسحبه، فراح يوديك باتجاه ممكن أنت تسوي له أوبن، أو ممكن تسحب المشروع حتى يفتح عندك. قول له يس، هذا بالنسبة للمشروع القديم. شوف فتح عندنا المشروع اللي هو تشبيك خارطات الامطار. العمليه جدا سهله لكن جدا جدا مفيده، خاصه اذا كان عندك كم كبير من البيانات. راح يساعدك هذا الايعاز اللي هو السيرج اللي كنا نستخدمه سابقا مثل ما قلت فقط في البحث عن الادوات، لكن الان راح ممكن نستخدمه للبحث عن لاير او مشروع او جيو داتابيس او ايمج او اي شيء اخر. اتمنى انه هاي الخاصيه استفدت منها، ونلتقي ان شاء الله في فيديو جديد ان شاء الله، وتقبل ارق تحياتي.